بترفض تقدم أدوار جريئة وبتشجع السينما النظيفة وعمتها فنانة شهيرة وفيديو مسرب لجوزها حطها في ورطة كبيرة. هجمة المدرسين وعيالها بيرفضوا يشوفوا أعمالها. حكاية الفنانة داليا مصطفى زوجة الفنان شريف سلامة واللي قلبت السوشيال ميديا بصورها الجريئة وآرائها الغريبة وأعمالها اللي حققت شهرة. مش هتصدق إيه اللي حصل مع داليا بعد 12 سنة في الوسط الفني وإيه كواليس جوازها من شريف سلامة وإزاي الجمهور انتقدها بسبب لبس بنتها سلمى وإيه وصية أبوها اللي ماشية بيها لحد النهاردة. داليا مصطفى فنانة أثارت الجدل بشكل كبير على السوشيال ميديا سواء بسبب تصريحاتها أو حياتها الملفتة للأنظار. داليا اتولدت سنة 1980 لأسرة غنية وأهلها مبسوطين. من صغرها كانت دحيحة وتطلع الأولى على دفعتها. كشفت داليا كواليس مراهقتها وإزاي فشلت في الثانوية وجابت 60% وضيعت حلم الهندسة. قالت داليا أنا قصتي مثال للي ما جابش مجموع كويس في الثانوية العامة. أنا كنت شاطرة جدا وكان متوقع لي هندسة. ارتبطت وحبيت فلما ده حصل عكيت في الثانوية العامة وما جبتش مجموع رغم اني كنت بطلع من الاوائل. انا جبت في ثانوية تقريبا 60% واتحايلت على امي اني اعيد السنة لكنها رفضت. وعند دخولها مجال التمثيل قالت داليا والدتي سحبت عن طريق الخطأ استمارة من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل بدل من الديكور. بقيت اصرخ واقول انا ما بعرفش امثل وقعدت اعيط. اول سنة ما قبلونيش وانا نازلة قابلت جلال الشرقاوي وقال لي تعالي على المسرح. اداني دور في استوديو يا اسيادنا والدنيا اتفتحت بعدها. وكمان من وانا في المسرح قبل ما ادخل المعهد دخلت بطولات عمري ما كنت اتوقعها واثبتت وجودي في حته ما كانتش عمرها على بالي. داليا عاشت قصه حب كبيره مع الفنان شريف سلامه اللي كشف كواليس جوازهم وقال داليا اول حب في حياتي كان عندي 19 سنه واتجوزنا وانا عندي 23 لكن كان جوايا راجل كبير فاهم كل حاجه. اول لقاء مع داليا مصطفى كانت في المدرسه فحسن مصطفى اخو داليا كان زميلي في المدرسه وهي ووالدها كانوا بيروحوا المدرسه كل يوم وانا كنت بشوفها وبص عليها من بعيد. بالصدفه دخلنا مع بعض المعهد وفضلنا نحب بعض 3 سنين بعدين اتجوزنا. من فتره بقى اتسرب فيديو لشريف سلامه في عربيه مع فنانه وكان الظاهر انه بيرقص. الفيديو ده اثار الجدل بشكل كبير على السوشيال ميديا والغريبه ان المتابعين اتهموا شريف سلامه انه بيخون داليا مع الفنانه دي. انتشر اخبار عن انفصال داليا وجوزها شريف سلامه بسبب الخيانه لكن طلعت بعد كده داليا ونفت الاخبار دي وقالت ان ده فيديو عادي وان هي وشريف العلاقه بينهم كويسه والاثنين بيحبوا بعض. كتير ما يعرفوش ان داليا اشتغلت فتره كده من حياتها موديل وكانت بتقدم اعلانات الجمهور ارتبط بيها بسبب جمالها. داليا حققت نجاح كبير في الوسط الفني وغابت 13 سنه عن التمثيل رغم انها من عيله فنيه اصلا وعمتها ناهد رشدي وده بسبب انها كانت بتقضي معظم وقتها مع بنتها سلمى وابنها سلام. وقالت داليا من وقت دخولها مجال التمثيل انها بترفض تقدم اي مشهد جريء ودي وصيه والدها ليها وقال لها انا مش عايزه اشوف ليكي اي مشهد يخليني اتكسف انك بنتي. وفعلا داليا ماشيه على كلامه بالظبط ورغم غياب داليا لكن قدرت ترجع بعد كده بمسلسل علاقه مشروعه وحقق نجاح كبير في موسم رمضان وشاركت فيه مع مي عمر وياسر جلال. وفي الوقت اللي بتحتفل فيه داليا بنجاحها صدمت الجمهور وقالت انها بتعاني من مرض السكر ومركبه جهاز في دراعها ما بتعرفش تمشي من غيره. نشرت داليا فيديو ظهرت فيه بالجهاز وعلقت سكر النوع الاول انا فخوره بنفسي انا عندي سكر ومركبه جهاز وانا عندي سكر ومش مكسوفه خالص يمكن ربنا عمل كده علشان يحمينا كلنا من شيء اخطر واكبر والحمد لله على كل شيء فخوره بنفسي مهما كنت سكر النوع الاول. من فتره هجمت داليا مصطفى المدرسين وقالت انهم بيستغلوا الطلاب ورغم ان ابنها بيدرس في مدرسه بريطانيه بيضطر برضه ياخد دروس في الساعه الواحده ب 700 جنيه. وتعرضت داليا لهجوم كبير من الجمهور بعد انتقادها المدرسين وردت داليا على الهجوم ده وقالت انها مش بتكسب 700 جنيه في الساعه.